معنا من طوكيو مراسل العربي هشام الرجباني، أهلا بك هشام. إذا سادس أكبر جهة مانحة للأونروا تقرر استئناف تمويلها، دعنا في التفاصيل، تفاصيل هذا القرار. وعد وزيرة الخارجية اليابانية اليوم أعلنت أن اليابان سوف تستأنف تمويل الأونروا بعد تعليق جاء فجائيا في أعقاب دول أخرى علقت تمويلها للأونروا. اليابان معروف أنها هي سادس أكبر ممول للأونروا، وبالتالي ما كانت تقوله اليابان هي أن الأموال، هذه الأموال أو أموال الدعم، تأتي من دافعي الضرائب اليابانيين، وكان يتعين على الحكومة اليابانية أن تتأكد من أن منظمة الأونروا تجري ترتيبها الداخلي على النحو الملائم، وكذلك تجري تحقيقاتها الداخلية حتى تكون كل ما يدفعه دافع الضرائب اليابانيين في مكانه السليم. أيضا الحكومة اليابانية تقول أنه يجب أن يستمر دعم الأونروا خاصة في الظروف الراهنة التي يمر بها الفلسطينيون في قطاع غزة، وأن كل ما يقدمه الأونروا من أموال وكل ما تقدمها الدول المساهمة للأونروا سيساهم في إعادة بناء المنطقة، وكذلك سيساهم في منع وقوع الكارثة التي تقول الحكومة اليابانية أن الفلسطينيين على وشك أن يواجهوا مثل هذه الكارثة. بالتالي كان من المتوقع أن تعود الحكومة اليابانية خاصة في هذا التوقيت إلى دعم الأونروا مع انطلاقة العام المالي الجديد في اليابان، وبعد الزيارة التي أجراها لازاريني مفوض الأونروا إلى اليابان في الأسبوع الماضي، والتعهدات التي تقدم بها بأن تكون الأونروا أكثر شفافية، وبأن تقدم تقارير دورية للدول المانحة فيما يتعلق بالمساعدات، أين تذهب وكيف يتم الاستفادة منها. شكرا جزيلا لك مراسل العربي في طوكيو هشام الرجباني.